السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3، الصف الثالث الابتدائي، ترم 1 الترم الاول. والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض units of measurements، units of measurement او وحدات القياس. وهنتكلم عن اللاعب المصري الجميل حبيبنا كلنا محمد صلاح او مو صلاح، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. جات لي تعليقات كتير بتسألني ايه هو الكتاب الخارجي اللي احنا ممكن نشتغل منه. انا شفت كتب خارجية كتير قوي، لقيت ان هو من افضلها كتاب My Teacher Connect Plus. طبعا ده كتاب جيد جدا، والميزة اللي فيه ان هو فيه exercises كتير قوي، هتقدر تحل exercises كتير وتقدر تتدرب اكتر على شكل الاسئلة اللي ممكن تجي لك بعد كده في الامتحانات ان شاء الله. نقدر نستخدمه ككتاب خارجي جنب الكتاب بتاع المدرسة. ونوصل ل Math and Social Studies. Math يعني الرياضيات، Social Studies الدراسات الاجتماعية. لما بنيجي مثلا يا اصحابي ننزل المجتمع بتاعنا في المدينة بتاعتنا مثلا، نجمع بعض البيانات عن حاجة معينة، مثلا سلعة معينة بتتباع بشكل اكبر من السلعة التانية، عدد الناس، عدد افراد كل اسرة، اي حاجة خاصة بجمع بيانات خاصة بالمجتمع، دي اسمها social studies. social studies او دراسات اجتماعية، ان احنا بندرس المجتمع اللي احنا موجودين فيه. اي حاجة خاصة بالمجتمع بتاعنا بنعمل لها دراسة وبنجمع بيانات او ديتا، ده اسمه social studies او دراسات اجتماعية. وطبعا كلنا عارفين يعني ايه math. math يعني الرياضيات. فانا بيقول لنا units of measurement. units of measurement يعني وحدات القياس. طبعا كلنا عارفين الـ units of measurement خدناها في السنين اللي فاتت، هو هنا بيفكرنا بيها. فبيقول لنا الـ units الخاصة بالتايم او بالوقت، second second يعني ثانية، second second يعني ثانية، minute minute يعني دقيقة، minute minute يعني دقيقة، hour hour يعني ساعة، hour hour يعني ساعة، hour hour يعني ساعة. اما بالنسبة للديستنس، الديستنس او المسافة، فعندنا سنتيمتر، سنتيمتر اللي هو السنتيمتر زي ما احنا عارفينه كلنا، متر اللي هو المتر، كيلومتر اللي هو الكيلومتر. وهنا مدينا نوت، نوت يعني لاحظ. فبيقول لنا minute equal 60 seconds، الدقيقة الواحدة بتساوي 60 ثانية، minute equal 60 seconds، والhour equal 60 minutes، والساعة فيها 60 دقيقة، hour equal 60 minutes. أما المتر فequal 100 سنتيمتر، المتر فيه 100 سنتيمتر، متر equal 100 سنتيمتر، والكيلومتر equals 1000 متر، الكيلومتر أو الكيلومتر equals 1000 meters أو بيساوي 1000 متر. وهنا مدينا بعض الكلمات لازم نحفظها ونعرفها كويس. أول حاجة units، units يعني وحدات، units units يعني وحدات، time time يعني وقت. وطبعا لأن المكتوبة دي معناها noun، noun يعني اسم. أما start، start يعني يبدأ، وهنا دي verb، verb أو فعل، فهنا كاتب لنا قدامها v، في يعني verb أو فعل. فunits units units يعني وحدات، time 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 يعني وقت، start 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 يعني يبدأ، running 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 يعني الجري، January 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 يعني يناير، march march مارش يعني مارس، ماي 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 يعني شهر مايو، مايو، ميجر 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 يعني يقيس، وده فيرب، داي 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 يعني يوم، ميجرمنت 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 يعني قياس، ودي ناون،
distance يعني مسافة. training يعني تدريب. وطبعا احنا كلنا شاطرين ومش هنتلخبط بين الفيرب والنون. الفيرب او الفعل هو فعل ممكن نقوله في الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل. مثلا زي ما قلنا measure يعني يقيس، measured يعني قاس، والmeasure سوف يقيس. لكن ما ينفعش اقول measurement ان هي verb، هي noun، هي اسم، كلمة كده ما ينفعش نعمل لها تصريف في المضارع او في الماضي او في المستقبل، هي noun بتتحط في الجملة زي ما هي. فده الفرق بين الverb والnoun. وطبعا كلنا شاطرين وعارفين الكلام ده. training يعني تدريب. competition يعني مسابقة. February يعني فبراير. April يعني ابريل. June يعني يونيو. graph يعني رسم بياني. week يعني اسبوع. وهنا fast يعني سريع، ودي adjective يعني صفة، يعني ينفع اقولها على حد فبقول عليه fast او سريع، اللي هي adjective يعني صفة. long jump يعني وثب عالي، قفز عالي. slow يعني بطيء. happen يعني يحدث. social studies world records. world يعني عالم، records يعني سجلات يعني أرقام مسجلة. فworld records يعني أرقام مسجلة عالميا، يعني أرقام قياسية عالمية، أرقام اتسجلت على مستوى العالم حققها بعض الأشخاص، مش أشخاص كتير هم اللي حققوها، فعلشان كده اتسمت world records أو أرقام قياسية عالمية حققها أبطال عالميين. social studies world records يعني أرقام قياسية عالمية. فبيقول لك did you know، هل تعلم، محمد صلاح scored the highest number of goals 32 in one season. احرز محمد صلاح اكبر عدد من الاهداف 32 في موسم واحد. محمد صلاح scored يعني حقق يعني سجل the highest number اعلى رقم of goals من الاهداف 32 in one season يعني موسم واحد فصل واحد، فهو حقق 32 هدف في موسم واحد. Egypt's national football team المنتخب القومي المصري won فاز the Africa Cup يعني كاس افريقيا of nations للامم الافريقية 7 times سبع مرات. يبقى المنتخب القومي بتاعنا فاز بكاس افريقيا سبع مرات. Egypt's national football team المنتخب القومي المصري won يعني فاز، ودي طبعا في الباست، the Africa Cup يعني كأس أفريقيا of nations للأمم 7 times سبع مرات. بيقول لك كمان Egyptian cyclists يعني فريق الدراجات، اللي هو الفريق اللي بيسوق دراجات او عجل يعني في السباقات، اللي بيسوق درجة واحدة اسمه cyclist. البلورال بتاعه او الجمع بتاعه cyclists يعني راكبي الدراجات. made صنعوا the shape الشكل الهندسي of heart الخاص بالقلب، شكل القلب يعني on the map على الخريطة. يبقى مرة تانية Egyptian cyclists made the shape of a heart on the map على الخريطة. يبقى قام فريق مصري بعمل شكل قلب على خريطة مصر بجولة بالدراجات. بيقول لك كمان the Egyptian mao اللي هو القط المصري is the fastest cat هو أسرع قطة in the world في العالم. it can run يعني هي تستطيع أن تجري up to 48 kilometers an hour يعني حتى 48 كيلومتر في الساعة. يبقى the Egyptian mao is the fastest cat in the world.
It can run up to 48 kilometers an hour. القط المصري ماو أسرع قط في العالم، فهو يستطيع الجري لأكثر من 48 كيلومتر في الساعة. وبيقول لنا كمان في بعض الكلمات لازم نحفظها، اللي هي الديكشنري ووردز أو كلمات القاموس يعني. فبيقول لنا هنا يا أصحابي إيجيبت، إيجيبت يعني مصر طبعا، دي ناون. ريكورد يعني رقم قياسي، ريكورد ريكورد يعني رقم قياسي، رقم محققوش حد قبل كده يعني. فوتبولر، فوتبولر يعني لاعب كرة قدم، فوتبولر يعني لاعب كرة قدم، فوتبولر يعني لاعب كرة قدم. ناشونال تيم، ناشونال تيم اللي هو المنتخب القومي، ناشونال تيم، ناشونال تيم المنتخب القومي. هارت، هارت يعني قلب، هارت هارت يعني قلب. فينش، فينش يعني ينهي، ودي فيرب طبعا بينهي حاجة. فينش، فينش يعني ينهي. بريك وورلد ريكورد يعني يحطم رقم قياسي، رقم عالمي يعني. مثلا كان في بطل حقق مثلا رقم قياسي في لعبة معينة او في حاجة معينة قبل كده في سنة من السنين اللي فاتت، جه بطل تاني حقق رقم اعلى من الرقم ده، فهنا هو كسر الرقم القياسي العالمي اللي هو قبل كده. ده بنسميه بريك وورلد ريكورد يعني يحطم رقم قياسي. بريك وورلد ريكورد يعني يحطم رقم قياسي او عالمي. ايجيبشن، ايجيبشن يعني مصري، ايجيبشن يعني مصري، ايجيبشن يعني مصري. سكور يحرز او يسجل، سكور يحرز او يسجل، سكور يحرز او يسجل. جول، جول يعني هدف، جول جول يعني هدف، جول جول يعني هدف. سايكلستس، سايكلستس يعني راكبي الدراجات اللي هم بيركبوا دراجات. سايكلستس، سايكلستس يعني راكبي الدراجات. شيب، شيب يعني شكل، شيب شيب يعني شكل، شيب شيب يعني شكل. بيراميدز، بيراميدز يعني الأهرامات، بيراميدز بيراميدز يعني الأهرامات. بيراميدز، بيراميدز يعني الأهرامات. تشالنج، تشالنج يعني تحدي، تشالنج تشالنج يعني تحدي، تشالنج تشالنج يعني تحدي. وتعالوا نحل مع بعض تدريب من التدريبات الجميلة الموجودة هنا. بيقول لنا هنا read the following passage and answer the questions. read the following passage يعني اقرأ المقطع التالي، and answer the questions واجب على الأسئلة. هنقرأ القطعة التالية وبعدين هنجاوب على الأسئلة. فبيقول لنا هنا I am proud، I am proud يعني أنا فخور، of محمد صلاح، بمحمد صلاح. in 2017 في سنة 2017 he set a world record، he set a world record يعني هو وضع رقم عالمي قياسي جديد. when he played for the English team Liverpool، لما هو لعب لصالح الفريق الإنجليزي اللي اسمه ليفربول. He scored، هو سجل. The highest number of goals، أعلى رقم من الأهداف. In one season، in one season في موسم واحد. He scored 32 goals، هو سجل 32 هدف. We like him، we like him إحنا بنحبه. يبقى مرة تانية I am proud of محمد صلاح. In 2017 he set a world record when he played for the English team Liverpool. He scored the highest number of goals in one season. He scored 32 goals. We like him. فبيقول لنا هنا يا أصحابي الأسئلة، بيقول لنا أول حاجة what does محمد صلاح play؟ What does محمد صلاح play؟ محمد صلاح بيلعب ايه؟ فنكتب هنا يا أصحابي شاطرين، فوتبول، فوتبول فوتبول او كرة القدم. Where does محمد صلاح play for؟ Where does محمد صلاح play for؟ محمد صلاح كان بيلعب لصالح مين؟ هنقول English team Liverpool، English team Liverpool.
All Egyptian نقط محمد صلاح، فهنقول ايه هنا؟ All Egyptian like ولا dislike ولا hate. like يعني يحب، dislike لا يحب، hate يكره محمد صلاح. شاطرين طبعا، all Egyptian like محمد صلاح. واخر حاجة بيقول لنا محمد صلاح scored نقط goals in 2017. محمد صلاح سجل كام جول في 2017؟ 32 ولا 23 ولا 13؟ شاطرين كلكم، 32 goals in 2017. بكده نكون اخدنا اخر جزء في unit 1 at the track او على المسار على المار السباق. وان شاء الله الدرس الجاي هنبتدي ناخد unit 2 body matters. body matters او اجزاء الجسم، اجزاء جسمنا. ان شاء الله هيكون درس مهم جدا وجميل جدا في نفس الوقت. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. وعلى فكرة يا اصحابي، انا ما بعملش اعلان لماي تيتشر او اي كتاب تاني، انا بس بنصحكم مش اكتر. اللي عايز يشتري اي كتاب خارجي يشتريه عادي، المهم ان احنا نحل تدريبات كتير، والاهم كمان ان احنا نكون حافظين الكلمات الموجودة وعارفين الجرامر او القواعد اللي احنا المفروض نعرفها كويس. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، واللينك بتاعهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.